أخذ العصير بسرعة، ما بدي أترك قدام معبوش بابيرلا لحالة لفترة طويلة. شكلهم طيبين، تفضل اشربي. شكرا. أهلا وسهلا. بتمنى سعادة لهذا البيت وأهله، بتمنى السعادة لهذا البيت وأهله، وتكون حياتهم سعيدة. مراسم تطهير عواميد البيت بترمز لأساس العلاقة بين العيلتين، يلي أكيد هي رح تبقى قوية مثل أساس هذا البيت. لكي جدان، عرسك رح يصير مع كل المراسم اللي لازم تنعمل. لو عمي ومرت عمي كانوا موجودين أكيد كانوا رح يفرحوا كتير. شو القصة؟ ليش مالك مبسوطة؟ خالتي، كل شي صار معنا. جودان، صدقيني أنا بعرف إنه كل شي صار بوقت قصير كتير، بس أنت لما بتكوني عم تعملي الشي الصح ما في داعي إنك تفكري بالموضوع زيادة عن اللزوم. صدقيني ماني منيح، ورح يدير باله عليك كتير، ورح يهتم فيكي ويحبك. كيف رح نقدر نتأقلم مع هديك العيلة؟ كيف بدي أعيش بدونك أنت وآراف؟ إذا رح تكوني عايشة مع بيت أحماكي مو يعني إنه البيت مو بيتك. جودان، هلأ صار عندك بيتين، تقدري تيجي لهون إمتى ما بدك. رح أقلك شغلة تانية، ما حدا غيرك بيقدر يصلح حالة بيرلا، أنت الوحيدة اللي رح تصلحيهم. راشي، راشي شوفي حبيبتي، ليش عم تبكي؟ انت بتريدي لا تتزوجي يا عم ماني، بدي اياك تكوني امي الجديدة، بترجاكي. حياتي طلعي، رح تصير نيا هي امك الجديدة. ايه صدقيني، رح تدير بال عليكي منيح كتير، رح تكوني مبسوطة. أنا ما بحبها، هي حدا مو منيح. إذا بتريدي حقيقيني أمنيتي، إذا بتريدي تزوجيني لبابا بترجاكي. بس دايما اسمعيني، طولي بالك وروقي، خلص لا تحكي هيك يا حبيبتي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.